أمي، عادي أجرب السلطة؟ طبعاً أمي، عادي. ليش ما فيها طعم؟ لأن بعدني ما حطيت فيه الملح والليمون. لحظة، أنا بحط. صدق، الحين طعمها لذيذ. بالعافية عليك. إنزين، وليش الليمون طعمه حامض؟ لأن الليمون يعتبر من الأحماض. وشو هي الأحماض؟ هي مادة تطلق آيونات الهيدروجين مع جزيء من الماء لتشكيل آيون الهيدرونيوم. أيوة، يعني نقدر نميز الأحماض عن طريق طعمها الحامض؟ هي، لكن هذا الطعم اللاذع للأحماض يكون في التركيزات المخففة جداً، ولهذا السبب لازم ما نتذوق الأحماض إلا اللي نستخدمها في الأكل مثل الخل والليمون، ولازم ما نكثر منها لأن كثرتها تسبب تلف في الجلد والفم. واو، خبريني بعد عن الأحماض. من خصائص الأحماض إن مذاقها لاذع وتأثر في الكواشف، مثل يوم نحط ورقة تباع شمس في الأحماض فإن ورقة تباع الشمس الزرقاء تحمر. أيضاً تتفاعل مع بعض الفلزات وينتج عن ذلك التفاعل تصاعد غاز الهيدروجين، وتتعادل مع القواعد مكونة ملح وماء، ومحاليلها المائية موصلة للتيار الكهربائي. عيال أكيد يستخدمون الأحماض في وايد مجالات. هي، يستخدمونه في الصناعة مثل البطارية اللي تشغل السيارة، كلها حمض واسمه حمض الكبريتيك، وغيرها كثير من الصناعات والأغذية، ولهذا السبب لازم نكون حذرين بالتعامل معها. شكراً لك أمي على هاي المعلومات، وايد استفدت منك.